السلام عليكم. موعد مباراة فريق الوداد الرياضي وفريق المغرب الفاسي في الجولة الأولى من افتتاح البطولة المغربية الاحترافية إنو القسم الأول للموسم الكروي 2024-2025. والقنوات الناقلة لهذه المباراة سيواجه فريق الوداد الرياضي فريق المغرب الفاسي في الجولة الأولى من الدوري المغربي، حيث سيستقبل المغرب الفاسي الوداد الرياضي في الجولة الأولى من ذهاب البطولة المغربية الاحترافية إنو القسم الأول يوم السبت 31 أغسطس 2024، على أن يتم تحديد توقيت إجراء هذه المباراة في وقت لاحق إن شاء الله، حيث من المرتقب أن يتم نقل مباراة الوداد الرياضي والمغرب الفاسي على قناة الرياضية المغربية.